الخزعبلات فيما يتعلق بعلاج مرض كوفيد 19 تأتينا بشكل يومي، آخرها الشلولو. والشلولو أكلة مصرية من الملوخية الجافة والليمون والثوم والملح والمياه الباردة، وقيل إنها تكافح فيروس كورونا. والكلام للدكتور مجدي نزيه، رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في مصر، يقول لأنك عندما تستهلك هذه الأكلة فإنك تستهلك الكثير من الثوم والكثير من الليمون. موجة من الانتقادات من قبل المعلقين المصريين، وفيها لهجة من الفكاهة على هذه الوصفة. هشام، لا، هذه تغريدة هشام بكير عليها، لكن منال تقول منظمة الصحة العالمية تعتمد رسميا الشلولو علاجا للكورونا وتطرحه في الأسواق العالمية كدواء اعتبارا من أول من مايو تحت اسم شلولو فلوكساسين 500، تحيا مصر. أما وأدرجت هذه الصورة لما يعتقد أنه أكبر صحن شلولو. أما بالنسبة لتغريدة هشام ويقول وكمان تكون مع عيش حب بحبة البركة كده، أنت ضربت 4 عصافير بحجر واحد. أما بالنسبة لناي فتقول في تغريدتها بس وصفة الشاي بالنعناع اللي نزقه بالمية السخنة متصدر اللقاحات، واخد بال حضرتك؟ إنها ضحكة. أما بالنسبة لأسامة جاويش، أسامة جاويش هو ما ينفعش يبعت لإيطاليا الشلولو والفول مع البصل العالي ويسيب الكمامات للدكاترة. كما قلت لكم في البداية، الكثير من الخزعبلات والخرافات والمعتقدات المغلوطة حول الفيروس والوقاية منه وطرق العلاج. لنبدأ بخرافة عصير الليمون. عصير الليمون، هذه الخرافة لن تنتهي بسهولة. القصة بدأت كنصيحة على السوشيال ميديا من عالم صيني مزيف. لنكون واضحين، عصير الليمون لن يحميك من كوفيد 19، لن يحميك. نفس الخرافة فيما يتعلق بالثوم. قد تأكل رأسين أو 3 من الثوم تطفش من حولك فتحقق التباعد الاجتماعي المرجو، لكن منظمة الصحة العالمية تقول لا دليل على أن أكل الثوم أو أي شيء آخر سيحمي الناس من الفيروس المستجد. طبعا من الواضح أن الثوم وعصير الليمون لا يضرانك. أكل الخضار والفاكهة أصلا شيء أساسي في حميتك اليومية، جميل، لكنها لم تمنع الفيروس من الوصول إليك. البعض يقول لك تجنب أكل الآيس كريم والأطعمة المثلجة، وإذا أردت أن تمتنع عن المثلجات امتنع، لكن هذا لم يمنع الفيروس من الوصول إليك أيضا، فلا تحرم نفسك من كرة أو 2 من هذه الآيس كريمات اللذيذة. أيضا يقولون لك اشرب ماء، اشرب ماء أكثر من شرب الماء، وبذلك فإنك تشطف الفيروس. طبعا شرب الماء كل ربع ساعة مفيد، وهو يمنع التجفاف، جيد لبشرتك، لكن إذا أراد الفيروس الوصول إليك فسيصيبك حتى لو شربت صهريج ماء يوميا. إذن الفيروس لن يشطف، فأنت تستقبل الفيروس بالاستنشاق على الجهاز التنفسي، يعني دخل جهاز التنفس لدي، فلا يوجد آلية في جسمك لشطفه بالماء إذا ما دخل. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من مدريد الاختصاصي في أمراض الرئة الدكتور عبد القادر الهاشم. دكتور عبد القادر، مرحبا بك. ما مدى خطورة تصديق مثل هذه الخرافات واقتراحات العلاجات بالنسبة للفيروس؟ مساء الخير أستاذ أحمد. الحقيقة هو الخرافات هذه انتشرت بشكل كما ذكرتم في التقرير، انتشرت بشكل كبير بين عوام في الآونة الأخيرة. كثير منها قد لا تكون مضرة في الواقع، ولكن قد تعطي صورة أو انطباع لدى الشخص بأنه محمي وأنه لا من إصابة كورونا، وأنه لا يحتاج أو لا يضطر إلى الوقاية بغسل يدين واستعمال الكمامات في الأوقات المناسبة. كما ذكرتم الثوم والليمون والزنجبيل وغيرها هي في النهاية لا تضر بصحة الإنسان إجمالا بصورة عامة، لأغلب الناس لا تسبب لهم أي ضرر، ولكن قد تعطيهم انطباع خاطئ بأنهم محميون. وهناك انتشرت بعض الخرافات والخزعبلات مثل المضمضة بمثلا محلول اليود أو شرب الكحول، حتى حصلت بعض الوفيات في بعض الدول مثل إيران وغيرها لأناس تناولوا أو شربوا الكحول. دكتور عبد القادر، رأيت كثيرا من الفيديوهات لأناس يتبخرون، يغلون شيئا من الماء ثم يتبخرون، يستنشقون البخار، ما تأثير هذا؟
هو تأثيره إيجابي من ناحية المساعدة في طرد الإفرازات المخاطية في الأنف أو في الجهاز التنفسي، ولكن ليس بحد ذاته يحمي من الإصابة بالكورونا. هو إجمالا لأي التهاب في الجهاز التنفسي سواء العلوي منه أو السفلي، فإنها تساعد على إخراج الإفرازات المخاطية من الجهاز التنفسي. طيب أنت طبيب صدرية واختصاصي أمراض الرئة، كيف نميز سعلة الكورونا من سعلة أخرى؟ في الحقيقة هو ليس الأمر سهل تمييز سعلة الكورونا من غيرها من السعلات، ولكن إجمالا السعلة التي تأتي بسبب الكورونا بالإجمال وخاصة في بداية الأمر هي سعلة جافة، ليس معتاد أن يكون هناك إفرازات مخاطية، ولكن في مراحل متقدمة يختلط الأمر، وكثير من أصيبوا بالكورونا في بداية الأمر أصيبوا فيما بعد بالتهابات أو إنتانات بكتيرية بالإضافة إلى إصابتهم بكورونا، فلا نستطيع أن نجزم بأن السعلة الناشفة طيب. أو الجافة. هل صحيح أن الفيروس يكون عالقا في الحلق أو في البلعوم؟ عندما نشرب الماء فإننا ندفعه لكي يكون في المعدة، وعصارات المعدة الحمضية هي التي تقتله؟ أيضا هذا الموضوع غير صحيح، لأنه ايضا ثبت ان الفيروس الكورونا يظهر في فضلات الانسان اعزكم الله، وقد ينتقل احيانا ايضا بواسطه هذه الافرازات عندما يعني الانسان لا ينظف يديه بشكل مناسب، فوجود يعني الفيروس في الجهاز الهضمي ليس امر ايجابي ايضا، وبالمقابل ايضا فان عندما نشرب الماء لا نستطيع كما يقولون أن يشطف الإنسان فمه وتأتي الفيروسات إلى الجهاز الهضمي. كل الشكر لك الاختصاصي في أمراض الرئة الدكتور عبد القادر الهاشم، كنت معي من مدريد.